مع انفتاح السوق الوطنية الجزائرية على السوق الميكانيكية وما صاحبها من توفير الأرضية الخصبة لنشاط استيراد السيارات ولواحقها، ازداد الطلب على المتكونين في تخصص ميكاترونيك السيارات، حيث يعرف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشهيد سعد محمد بوهران زيادة فئة المتربصين في هذا التخصص. احنا التحقنا بالمعهد وتلقينا تخصص ميكاترونيك سيارات، وكان تخصص جيد، تخصص مليح. تعرفنا على تصميم السيارات، تعرفنا على هيكل السيارات، تعرفنا على الكهرباء السيارات. تخصص ميكانيك السيارات تعلمنا الالكتريسيتي اوتوموبيل، البروغرام اوتو، لا ميكانيك اون جينيرال، ورانا مازلنا نقدموا فيهم ان شاء الله. وهذه كانت فرصة باش نلقاو مجال للعمل وإنشاء مشروع خاص إن شاء الله. الحمد لله استفدنا من خلال التكوين هنا في المجال الميكانيك السيارات، وإن شاء الله نطبقوها في الحياة العملية. من حسابنا على 60 مقعد بيداغوجي، جاونا 240 مقعد بيداغوجي. علاش كاين هذا الطلب الكبير فيما يخص هذا التخصص؟ على خاطر كاين ديجا كاين لوزين تاع فيات اللي راهي رفضت بزاف من الطلبه تاعنا، درت لهم دي فورماسيون. عندي بزاف متمهنين ثاني كي مازال يخدموا في الورشات تاع غونو. المعهد يفتح عدة شعب للتخصص والتأهيل المهني في صيانة وكهرباء السيارات، حيث يعمل طاقم من الأساتذة المتخصصين في تكوين الشباب. المواد التي أدرسها هي مواد مختصة في تحديد أعطال السيارات عن طريق أدوات يتصل بكل الحواسيب الموجودة في السيارة لتحديد شروط عملها، لتحديد الأعطال الموجود فيها، وكذلك لإصلاحها. من بين الاختصاصات يعني الأكثر استقطاب اختصاص الميكاترونيك السيارات للورشة الكبيرة، هذه المنصة تاع الخدمات بعد البيع السيارات اللي رانا متواجدين فيها، اللي عدنا تعداد يفوق 400 متربص في الاختصاص وحده هذا. تفعيل العلاقة بين معاهد التكوين بالشريك الاقتصادي بفتح مناصب عمل لفائدة الشباب خطوة نحو انتعاش الاقتصاد الوطني.